الأساس مكلئة ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا مذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك موقع قوم مجد الأبد أمين خيم بخيرستون سيسوس ب Φλογίασον Ιεν υπάρσι Και το πνεύμα Μαρεν σε βέχματον τότφεν βέφε βεστανίβ Αουάχ να ήτεφνότε φιώτεν βεν σαΐς Αουάχ βενότη, αουάχ βεν σωτήρ Ιησούς βεχρίστος Ζή αφές κυβαζήν εγούν Αφ εβοήθεν ήρων, αφ αρίχ ήρων Αφ σωπτιάς ήρων, αφ τίτωτην, αφ εντεν Σαέχ ρίταί ονούθαί εν θούφ ον μαρεν τίχο Αρφ χωβόσεν τεφ αρίχ ήρων Χεμπάι εραού ηθ ουαφάι Νέμνια χατήρ εν τέβεν ον χιν χρίνι νεβέν Εν ζεβί βαντο κρατώ ψαί σε βενότι Κύριε λα Σε σεφνότη βίβαν το κράτο, φιότιν μπεν σοϊς, αόχ μπενότη, αόχ μπεν σωτήρ, Ιησούς βεχρίστος, νέσκουρακ, αλέ κουλή χάλιν, ομιν αγλή κουλή χάλιν, οφί κουλή χάλ, λανάκα σατάρτανα, οάντανα, οχαφουστανα, οκαβλτανα, ηλίκ, οασφακτ αλέινα, οαδδατανα, واتيت بنا الى هذه الساعه ولك يا ارحم الله وترافع لنا واسمعنا وعيننا اقبل صلاه وتبكي ديسي من مصرعنا في كل حين واغفر لنا خطايانا يا رب سوى اطلب من صلاحك يا محب البشر امنحنا ان نكمل هذا اليوم المقدس وكل ايام حياتنا بكل سلامة مع مخافتك كل حسد كل تجربة كل فعل الشيطان ومؤامرة الناس الاشرار وقيام الاعداء الخفين والظاهرين انزعها عنا وعن سائر شعبك وعن هذه الكنيسة وعن موضعك المقدس هذا أما الصالحات والنافعات فارزقنا إياها لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان الندوس الحية والعقارب وكل قوات العدو كريا ليسون شرسي تجمع Ευρασιέμ μπι η κοσμός χερεβε ετλε μετβολή η σενή η αμπεροφήτης πιέτας μες μπεχρεστός εν χήν Bima hesnafe en adam sheretev anastasi e setafto on tevo al chini azmo chayim tefto tiemone Volchene en novi sherene mare eyati cherombi es nekoste das mi finane mepnoti bilogos sherene mare eyacheno sherene efo wef sherene mare yasma fimpie efo wef
رمي خي البين اشتنا عرشي انجلوس شر غبريل بصوت بن بفاش النوفي شرني شرو بي ام شرني سر ارافيم شرني تغمتيرو ان ابرانيو ونيات خنوم اسمي بنيوتس وبنزي كاوسا بامسايل بيانا خوريتي بمن ريت انت بخريستوس ايسوس بخريستوس انصاب نمفو وانصف انصف بنمشا اي نخنو بصا سنوات نوشت مف انتي اونا مبورن تتيري اني موينان انت كيريني سمنينان انت كيريني كان النوبينان بول قول بول نقا عشنت تي اكلسي عاري صفتيرو سنس كمشاين امانو إلى بنو أتي خان تنمي إتي تنخن بقوقو إنت ببيو نم ببني بمعي صواب إنت فزمو إنو أنت ريف إن إنت فكوبو إن إنهي تنت فتالت شني شون إنت ننبسي نم نم صومات نوش تموكو بخريستوس نم بكيو تناغاسو نم ببني بمعي صواب ضعف الناس على الله لعبد عبد الكل ربنا ولهنا مخلصنا يسوع المسيح نسأل المصلح البشر اذكر يا رب انفس عبيدك الذين قدوا ابائنا واخواتنا وانا بين اخواتنا الذين رقدوا وتناحوا في الايمان بالمسيح منذ البدء ابائنا القديسين ورؤساء الاساقفه وبين الاساقفه وبين القمامسه وبين الكسوس واخواتنا الشمامسه وبين الرهبان وبين العلميين وعنيا كل المسيحيين لكي المسيح إلينا نحن نفوسهم أجمعين في فردوس النعيم ونحن أيضا يصنع معنا رحمة واغفر لنا خطايانا يا رب رحمة تفضل يا ربنا نحن نفوسهم جميعا في حضن أبانا القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولو في موضع الخضرة على ما راح فردوس الناعيم الماضي الذي هرم الحزن والكاب والتناول من قديسك أقومك سادم في اليوم الذي رسمته وكمد الحقيقة الكاذبة بلا مخيرات معيدك ما لم ترها أن تسمع بدون ما خطر على قلب باش ما عددته يا الله لمحب اسمك القدوس لأنه لا يكون موت لعبيدك بل هو انتقال وإن كان قد لحقمت وأن تفريت كباش ولا بسواس وسكنوا في هذا العالم صالح البشر اللهم تفضل أنفس عبيدك المسيحيين الأرثوذكسيين الذين في المسكونة كلها مشارق الشمس إلى مغاربها ومن الشمال إلى الجنوب كل واحد باسمه وكل واحد باسمه ربنا يحمي مغفر لهم فإنه ليس أحد طارهم دنت ولو كانت حياتهم واحد على الأرض أما هم يا رب الذين أخذت أنفسهم نيحهم لاستحقوا ملكوت السماوات أما نحن كلنا فأبلنا كمن المسيح الذي يرضيك أمامك وأعطيه مؤيانا نصيب أمراث مع كافة قديسي يا رب رحم ربنا والأهل مخلصنا يسوع المسيح نسأل المصلح بشر اذكر يا رب سعد وقربين وشكر الذين يقربون كرامة ومجدا لإسمك القدوس عن المتامين بالصعيد والقربين والبخور والزيوت والبخور والسطور وكتب الكراء وعن المذبح لكي المسيح لنا يكافئهم في أورشليم السماء يغفر لنا خطايانا يا رب كان المذبح
الملك المقدس ناطق سماء راح بخور فتح العظمة السماوات بواس خدمة ملك دراسة ملك تقدسين وكما خلت إلي القرابين هابيل الصديق وذبيحة هابيل إبراهيم سنة الملك كذا أيضا نظور عبيد أقبلها ليك أصحاب الكثير وأصحاب القليل الخفيات والظاهرات والذين يردون أقدموا لك وليس لهم الذين أقدموا لك في هذا اليوم هذه القراب ينعطي الباقيات وعض الفنيات سمات وعض الأرضيات الأبديات وعض الزمنيات بتم خزم لك الخيرات حتم يا رب بقوة ملك تراسة ملك ثلاثة أركم ذكر اسم قدوس على الأرض كل في ملكوت فهذا الدهر لا تتركه معانك يا رب نسبح مع الملائكة قائلين مجد الله في العالم والسلام وفي الناس المسرة نسبحك نباركك نخدمك نسجل لك نعترف لك ننطق بمجدك نشكرك من أجل عظم مجدك يا رب المالك على سموات الله الآب ضابط الكل ورب الإبن الواحد الوحيد يسوع المسيح الروح القدس أيها الرب الله حم الله ابن الآب رب خطية العالم ارحمنا يا حامل خطية العالم اقبل طلبتنا إليك أيها الجالس عن يمين أبيه ارحمنا أنت وحدك القدوس أنت وحدك العلي يا رب يسوع المسيح الروح القدس مجد الله الآب أمين باركك كل يوم وسبح اسمك القدوس الأبد الأبد أمين منذ الليل رحت بكر إليك يا إله لأن أوامرك هي نور على الأرض كنت أتلو في طرقك لأنك صرت لي معينا بكرا تسمع صوتي بالغداء أمام قطران قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي ولد من العذراء ارحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي صلب عنا ارحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي قام من الأموات وصعد للسموات ارحمنا مجد الآب والابن الروح القدس الآن وكل الأوان ولدها الدور آمين أيها السوس قدوس ارحمنا أيها السوس قدوس ارحمنا أيها السوس قدوس ارحمنا يا رب اغفر لنا خطايانا يا رب اغفر لنا أسامنا يا رب اغفر لنا الزلات يا رب افتقد مرضى شعبك يشم من أجل اسمك القدوس أبانا وأخواتنا الذين ركضوا يا رب نحن نفوسهم يا من هو بالاختيار رب ارحمنا يا من هو بالاختيار رب عنا وأقبل طلباتنا إليك لأن لك المجد والعزة والتقديس المثلث يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك أمين شكرا يا أب الذي في السماوات يا سوى ربنا لأن لك مقاكم من الأبد أمين السلام لك نسألك أتى القديسة ممتلأ مجد العزراء كل حين ولدت الإله أم المسيح سيدي صلواتنا لابنك الحبيب ليغفر لنا خطايانا السلام التي ولدت لنا الحقيقة مسيح إلهنا العزراء القديسة اسألي الرب عنا ليصنع رحمة مع نفوسنا ويغفر لنا خطايانا أيتها العزراء مريم ولدة الإله القديسة الشفاعة لمين لجنس البشر شفاعي فينا أمام المسيح الذي ولدتي لكي ينعم لنا بغفران خطايانا شيريني أوتي برنسين وسيارة أمين أليسيني شيرم شوشن تبن جنو صريغ بو نان نمانو إيل تنتي واربن مباتي أبرستانتي ستنون نارم بن شوي سيسل بخرستون كن النوبي نان بول طلالب من السماء على سكان الأرض فلم يجد من يشبهه مريم العذراء أرسل إليها غبريل رأس الملائكة العظيم فبشرها بفرح قائلين سلام للممتلئ أنا ما الرب معك وجدت نعمة عند الله الأب لأنك هتحبلين وتلدين ابنان ويدعى اسمه يسوع ابن العلي ويعطي الرب الإله كرسي داود أبي ويملك على بيت يعقوب إلى أبد الأبد ولا يكن لي ملك نهاية وبعد أن تلدي تظلي نظرا فأجابت مريم العذراء وذا نامة الرب ليكن لك قولك فماذا الملك نسجد لك أيها المسيح لأنك أحببت جنسنا وأتيت إلى بطن العذراء وتجسدت منها نسبحك ونمجدك ونزيدك رفعة كصالح ومحب البشر ارحمنا كعظيم رحمتك هللويا 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 يسوع المسيح ابن الله تجسد من العذراء بيرب ورب نبينا نم ببيوتنا غصون
نمبم نماسو وبيس جنتينو مشايني حنيز امتلا فمنا فرحان ولسنا تهليلا لأن ربنا يسوع المسيح ولد في بيت له. سلام لمدينة إلهنا مدينة الأحياء مسكن الصديقين التي هي أورشليم. سلام لك يا بيت لحم مدينة الأنبياء الذين تنبأوا عن ميلاد عمانوئيل. اليوم أشرق لنا نحن أيضا النور الحقيقي من مريم العذراء العروس النقية. مريم ولدت مخلصنا محب البشر الصالح في بيت لحم اليهودية كأقوال الأنبياء. أشعياء النبي يصرخ بصوت التهليل قائلا إنها تلد عمانوئيل المخلصنا الصالح. ها السماوات تفرح والأرض تتهلل لأنها ولدت لنا عمانوئيل نحن المسيحيين. من أجل هذا نحن أغنياء بالخيرات الكاملة وبإيمان نور التلقائي. أللويا 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 يسوع المسيح ابن الله ولد في بيت له. هذا الذي ينبغي له المجد مع أبي الصالح والروح القدس من الآن وإلى الأبد. حينئذ امتلأ فمنا فرحان ولسنا تهليلا لأن ربنا يسوع المسيح قام من بين الأموات بقوته أبطال الموت وجعل الحياة تضيء لنا وهو أيضا الذي مضى إلى الأماكن التي أسفل الأرض. بواب الجحيم رآه وخافوا وأهلك طلقات الموت فلم تستطع أن تمسكه. سحق الأبواب النحاس وكسر المتاريس الحادي وأخرج مختاري بفرح وتهليل وأصعدهم معه إلى العلو إلى مواضع راحته. خلصهم لأجل اسمه وأظهر قوته لهم. فلهذا نحن أغنياء بالخيرات الكاملة وبإيمان نرتل قائلين الليلويا 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 الليلويا. يسوع المسيح ملك المجد قام من بين الأموات. هذا الذي ينبغي له المجد مع أبي الصالح والروح القدس من الآن وإلى الأبد. شوبين صور سوم سينغون خني ماتشو سي تاركين خيتو تنشو سنفترين تسوتو كوسيتو ينبر سنو سنسيون بين. فاسأل الذي ولدتي مخلصنا الصالح أن يرفع النازل تعب ويقرر لنا سلامه. شيريني أوتي برسينو سيورو أمين أليسيني شيرم شوشون تبن جنو صاريقبو نانين إمانوئيل. نسألك أن تذكرين أيتها الشفيع المؤتمنة أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا. كنتشي سيما نعظمك ومن الحقيقة وأن مجدك العذراء القديسة ولدت الإله لنك والتي لنا مخلص العالم أتى وخلص نفوسنا. المجد لك يا سيدنا وملكنا المسيح فخر الرسل كل الشهداء تلال الصديقين ثبات الكنائس وفرن الخطايا نباشر بثالوث القدوس لاهوت واحد ناس قد الله نمجده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين. بالحقيقه نؤمن باله واحد الله الاب ضابط الكل خالق السماء والارض ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الاب قبل كل الدهور نور من نور اله حق من اله حق مولود غير مخلوق سوى الاب في الجوهر الذي به كان كل شيء. هذا الذي من اجله نحن البشر ومن اجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي تألم وكبر وقام من بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السموات وجلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس للملكين قضاء. نعم
نؤمن بالروح القدس الرب المحب باسم الاب نسجد له ونمجده مع الاب والابن ناطق الانبياء وبكنيسه واحده مقدسه جماعه رسوليه ونعترف معموديه واحده المفاه خطايا وننتظر قيامه الاموات وحياه الظهر الاتي امين. تنجوش تبول خايتين تيانا ساسي تنتني رموت نمبيون خنت بأونس نيو آمين. فنوتي ناينان ثشوناي إيرون شنهيت خارون آمين. سوتيم إيرون آمين. בן גונטר פולהרון, ג'ם בן שיניכם בקורגי, אורוך כנינו ונען אהבון. מין קריאה לייסון, קריאה לייסון, קריאה לייסון. שלי אלף לא גייסון. אבי ברוסף קיסטה סיטי. יאי נפעה סי. כתום נמתי. أيها السادة عباس ومسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذه القديسين وأعطاه مكرمين قائلا أن أنبياء وأبرارا كثيرين إشهدون لم يروا تسعون ولم يسمعوا أما أنتم فطوبوا عنكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة بطلبات قديسك. صلوا من أجل الإنجيل المقدس يا رب. يا سيدنا كل الذين أمرونا أن نتكو في طلبة تضرعاتنا التي نصعدها إليك أيها رب إلهنا الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم المرضى اشفيهم لأنك أنت وحياتنا كلنا رجائنا كلنا وشفائنا كلنا وخلاصنا كلنا وقيامتنا كلنا. هللويا هللويا يسوس بخريستوس بشيري أمف نوتي أبيت She sarings chenti par senos asmas fengeti par senos chen vet lementetio ze afton fevol cheni esmon chen bi eho Shom tele elo ya alleluia Sosite metavo voce a cosomento evangelio Fesmaro tenje fi esne yochen fran em bshoy senteni gom kevronok to karta mate on ageyo Evangel to nanosma. Fasi kireye. Qifu bimakhafetille wansitu lisama'i l'ingil il-muqaddes. Faslu min bisharit l'ingil. Li muallimna matta al-bashir. Wattilmizu al-tair barakatahu. على جميعنا من شويس وهبن نوتي وهبن سوتي وهبن اوتين يسوس بخريستوس بشي مفنوتي طنخ بيقو نفشا اني بيوفا بنوتي بي فاسين كيريا من مزامير ترتيل
أبينا داود النبي والملك بركاته. على جميعنا سبحي يا نفس الرب، أسبح الرب في حياتي، طوبى لمن إله يعقوب معينه واتكاله على الرب إلهه. هللويا مبارك الآتي باسم الرب ربنا وإلهنا ومخلصنا كلنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم. إلى الأبد آمين. وإذا كان ماشيا على شاطئ بحر الجليل أبصر أخوين سمعان الذي يقال له بطرس وإندراوس أخاه يلقيان شبكة في البحر، فإنهما كانا صيادين، فقال لهما هلما إتبعاني فأجعلكما صياد الناس. فللوقت ترك شباكهما وتبعا، ثم اجتاز إلى قدام من هناك فرأى أخوين آخرين يعقوب ابن زبدي ويوحنا أخاه في السفينة مع زبدي أبيهما يصلحان شباكهما، فدعاهما. فللوقت ترك السفينة وأباهما زبدي وتبعاه. السماوات تقدس وأخوة ضعفة لأنه مات وخطانا وخطانا شيء معين ما سقل وصغر النفس أنت صباشا أنت رباشا أمنا من خطيانا باركنا طهرنا حلم القصر الأبد. أمين. كيريا لايسون كيريا لايسون كيريا لايسون أمين الليلو يسوك אַפטום פֿעבל חמביז מו חמבי הו אמאשום סותם מונו וואיינאן קריאליי סון קריאליי סון קריא פלוגין סון אמינס מוערא מוערא סימטניא קוני אבל קומביז מו כריסטוס בנותי אמינס שובי. يا ملك السلام أعطنا سنخ سنخ وطانا لك الملك والقوة مجد أبد أمين، واجعلنا رب سكون كل شكر يا أب الذي في السماوات تقدس. محبة الآب الأم شوت معكم مع أرض اليوم دي فاليوم دي بالسلام تنوش تيمة I
أمين لو عنا خد كل شكر يا أب الذي في السماوات. تسبيحة الساعة 3:36 the pay of the third and sixth hour the day of Jesus Christ obtained from the psalms of our teacher to prophet David. Amen. When the Comforter, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, has come, he shall teach you all things and bring to your remembrance all things that I have said unto you. My peace I leave with you, my peace I give to you, my peace I give unto you. Not as the world gives, I give unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. You have heard how it said unto you, I go away, I come again unto you. If you loved me, you would rejoice, because I go unto the Father. For my sake the Father is greater than I. And now I have told you before it comes to pass, that when it comes to pass, you might believe that I will not talk much with you. For the prince of this world comes and has nothing in me, but that the world may know that I love the Father, and the Father gave me commandment. So I do arise. Let us go from here. I am the true vine. My Father is the true vine dresser. Every branch in me that does not bear fruit, he takes away, and every branch that bears fruit, he prunes, that it may bring forth more fruit. Now that you are clean through the word which I have spoken unto you, abide in me and in you. We should be exalted for the Spirit who is in and save us. Your Holy Spirit, whom, O Lord, you have sent forth upon the apostles and our like our first, O good one, but in him within us, create in me a clean heart, O God, and in you a spirit within me, cast your presence from me, within, and not your spirit away from me. وامسقين وحيا نوحنا بور عفو عقداس وصوت قد فزنا يا مدين سنات العالم ارحمنا كنين كايين كاستوسيون اسونيون ملك السماء المعز روح الحق الحاضر في كل مكان والمالئ كل كنز الصالحات ومعطي الحياه
هلوم تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس أيها الصالح خلص نفوسنا كما كنت مع تلاميذك والمخلص وأعطيتهم السلام هلوم أيضا كل معنا منحنا سلامك وخلصنا ونجي نفوسنا إذا ما وقفنا في هيكل المقدس نحسب كالقيام في السماء أو يتلا أنت باب السماء افتحي لنا باب الرحمة السلام هناك نفضل الزع كل حين هيل تيو وسنت فور اوف جلوري صفحه 144 بيج 144 ديبتيوشن اوف ذا ثيرد اور الى قدر فتره بكل اعزاء صفحة 171 دكساس يوز فصل مبارك جيل معلمنا مريمات البشير بركاته علينا من reading from the Holy Gospel according to Saint Matthew may his blessing with us all amen seeing the multitudes he went up on the mountain and when he was seated his disciples came to him and he opened his mouth and taught them saying blessed are the poor in spirit for theirs is the kingdom of heaven blessed are those who mourn for they shall be comforted blessed are the meek for they shall inherit the earth blessed are those who hunger and thirst for righteousness for they shall be filled blessed are the merciful for they shall obtain mercy Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. Blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when they revile you and persecute you and say all kinds of evil against you falsely for my sake. Rejoice and be exceedingly glad, for great is your reward in heaven. For so they persecuted the prophets who were before you. You are the salt of the earth, but if the salt loses its flavor, how shall it be seasoned? It is then good for nothing but to be thrown out and trampled underfoot by men. You are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hidden, nor do they light a lamp and put it under a basket, but on a lampstand. And it gives light to all who are in the house. Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father who is in heaven. Glory be to God, Christos, and Kyotanathos, Math, Web, Jacques, and Nanani, Mephiam says, Sasa, the Sumertal Salib. من أجل خطيرة تجربنا في الدوس ما سيخ سخت المسيحنا وخلصنا صرخت الله رب سمعني اللهم استجب صلاة ولا ترفض الباطل تفت لا اسمعنا عشي وبعك وقت الضوك كلامي يقوله فاسمع صوتي وخلص نفسي بسلام Oh Jesus Christ our God who was nailed to the cross in sixth hour and killed sin by the tree and by your death he made alive that man whom you created with your own hands and had died in sin but to death our pains by your healing and love passions and by the nail with which you were nailed rescue our minds from thoughtfulness of the earthly deeds and worldly lusts to the remembrance of the heavenly commandments according to your compassion Amen. من أجل كثر خطايانا فنحن بك نتأسل دائمينك أولي تلاعي العذراء كثيرة شفاعة قوية مقبولة عند بخلصنات ومطاهرة لا ترفض الخطاة من شفاعتك عند الذي ولدتي لأنه رحم وقادر خلاصنا تألم من أجل إنك ينقذنا أفتركنا رفعتك سنعقت مسكننا جدا عن الله مخلص منك نمجد اسمك يا رب نجينا واغفر لنا اختار من الاسم القدوس آمين صنعت خلاصا في وسط الارض كلها يا المسيح الهنا عندما بسطت يدك الطاهرتين على عود الصليب فلهذا كل من تصل قائلا المجد لك يا رب نسجد لشخصك غير الفاسد يا الصالحين طالبين مغفره خطايانا المسيح الهنا لانك بمشيئتك سرت ان تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبوديه العدو نصرخ اليك ونشكرك لان ملكتك كل فرحه يا المخلص لما اتيت لتعين على رب المجد لك
كائل كريستوس أونستونيون آمين. أنت هي الممتلئة نعمة يا ولدة الإله العذراء، نعظمك أنا من قبل صليب ابنك انهبط الجحيم وبطل الموت أموات ما كنا فنهضنا واستحققنا الحياة الأبدية وننا نعيم الفردوس أول من أجل هذا نمجد بشكر غير مات يا مسيح إلهنا. 92 نعظمك يا منور الحقيقي. حقيقتي نؤمن بإلهٍ واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى، نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدور، نور من نور إلى حق من إلى حق، مولود غير مخلوق مساوي الآب في الجوهر الذي به كان كل شيء، هذا الذي من أجله نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس بونتي تألم وقبر وقام بين الأموات في اليوم السادس كان في كتب صعد إلى السموات وجلس عن يمين أبي وأيضا يأتي في مجده لدين الأحياء والأموات الذي ليس للملكين قضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحبس من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء وبكنيسة واحدة مقدسة جماعة رسولية ونعترف معمودية واحدة المفاهة الخطايا وننتظر قيامة الأموات وحياة الدار الآتي آمين. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا أخطاءنا الكثيرة آمين. كيريا ليسون كيريا ليسون يا رب ارحم كيريا ليسون كيريا ليسون ارحمنا يا الله كيريا ليسون كيريا ليسون اسمعنا وارحمنا كيريا ليسون كيريا ليسون يا رب ارحم كيريا ليسون اسمعنا وارحمنا كيريا ليسون كيريا ليسون يا رب ارحم كيريا ليسون كيريا ليسون ارحمنا يا الله كيريا كيريا ليسون كيريا ليسون رب ارحم كيريا ليسون كيريا ليسون ارحمنا يا الله كيريا ليسون كيريا ليسون اسمعنا وارحمنا كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا ليسون قدوس 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 رب الصباوت السماء والأرض مملوءتان مجدك وكرامتك ارحمنا يا الله الأب ضاب الكل يا يسوع قدوس ارحمنا يا رب لك واكن معنا لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك حل وقف رأسفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة الخفية والظاهرة يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي علينا كرحمتك يا رب وليس كخطايانا أنا كل شكر يا أب الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك ملك وكل مجد للأبد آمين مجدا وكراما كمجدا للثالوث القدوس الآب والابن روح القدس سلاما وبنيانا لكنيسة الله الواحدة الوحيدة المقدس من عصرية أمين أصدي نقدم لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطيهم كلهم الأجر السمائي صلوا من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة
وتقدماتنا والذين قدموا يا رب ارحم. ليلويا باي بيبي هو طيب شايس سامي يوم مارن سليل تنون في مونن خيل ايب شايس كان امين ايب شايس اسون تنن موي افز مروت جبيس نيوخن بران ام شايس اللي يلو او او خنفاني مفيوت مبشيرين ببنف معثواب انوت انوت امين افس ماوت انجي افنوت فيوت بي بانتوكاتو آمين افس ماوت انجي بفونو جنيس انشي يسوس بخريستوس بن شويس آمين افس ماوت انجي بابنف مايث اواب ام باركليتو واحد هو الآب القدوس واحد هو الابن القدوس واحد هو الروح القدس آمين مبارك الرب إله إلى الأبد آمين يا جميع الأمم بارك الرب ولتباركه جميع الشعوب لأن رحمته ثبتت علينا وحق الرب يدوم إلى الأبد آمين هللويا لوك سابتري كيوكي اجيب نماتي كنين كاين كيسوسي اوناستوني اونون امين هللويا شليل فلوغي يسون بروسف اكساستي Ieni pasi ketob nemati Maren shebeh maton totfen befe besaniv Awah naitif noti fiotim ben shais Awah ben noti, awah ben soti Isus bachristos جي افس كفازي نيغون اف ابيثنيون اف اريون اف شوفتي مسويون اف تيتوتين اف انتين شايري تاي اونو تاي انثوف اون مارنتيون اوف هبوس انتف اريون خمباي او اث او وفاي نمني هرتيو انتي بن انخن هريني نيفين انجي بي بانتوكراتو بشايس بنو Rosevic Sasti Kyria La شايس فنوتي بي بانتوكاتو فيوتم بن شايس اوه بنوتي اوه بن سوتي ايسوس بخريستوس نشكرك على كل حال ومن اجل كل حال وفي كل حال انك سترتنا واعنتنا وحفظتنا وقبلتنا اليك واشفقت علينا وعضدتنا واتيت بنا الى هذه الساعه اطلبوا لك يرحمنا الله ويترأف علينا ويسمعنا ويعيننا ويقبل سؤالات وطالبات قديسيه منهم بالصلاح عنا في كل حين ويجعلنا مستحقين أن ننال من شركة أسراره المقدسة المباركة لمغفرة خطايانا يا رب ونطلب من صلاحك يا محب البشر امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلامة مع مخافتك كل حسد كل تجربة كل فعل الشيطان ومؤامرة الناس الأشرار وقيام الأعداء الخفين والظاهرين انزعها عنا وعن سائر شعبك وعن هذه المائدة وعن موضعك المقدس هذا
أما الصالحات والنافعات فأرزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحية والعقارب وكل قوات العدو. كل الشعب ضعفي، فانكم محالين في مثلث قدوس الابن القدس، فمن كنيسة الواحد الوحيد المقدس الجامع الرسولية من فوائد 12 رسولا، نظر الله الانجيلي مرقس الرسول الطار والشهيد الشهيد البطريرك القديس ساول اسماعيل من اسقورس القديس اثنس الرسولي والقديس بطرس رئيس كان وخاتم الشهداء القديس وحمد بالفم قديس كيريلس وقديس باسيليس وقديس أغروريس من أفواء 318 مجتمع بين إخوة المال 50 قسطنطينية 200 بافس فهم رئيس كهنة الباب معظم الأنبا تودور الثاني وشرف الخدمة الرسولية ابن صحب المكرم الأبن بيتر فما أبونا أخنوخ فما حقراتي لأنه أخبارة الدادور أمين تي صامن كاتو ابن أما آتي Ivorinten in Novi Hintan Nabrasvei
انت بصال بستي سنت اناستاسيس ميخايل بارخنا نفي اوي امشوي صاري ماتنا نمكوي بولنتين النبي تنى انت بارش انجلوس صواب غابريل بفايش النبي ابشوي صاري مطنا بكوي بولتين النبي هيتني برز في انت بساش في نارشي انجلوس نمني طغما ان ابورا نيوني ابشوي سرمتنا نمكو ايبول انتن النبي هيتن برز انت ببرون روما سم فابتسيت يو انس برفتي امس شوي صاري مطنا نمكو ايفول انتن النبي تني افشي انتني خلوي اتت مروت يوسف بهم شرين امسي صواب سلومي امشوي عري مطنا نمكو ايفول انتن النبي هيتني امشي انتن عشوي سميوتي ان ابوستولوس نمي بسبي انتني مسيتي سي ابشوي ساري مطنا نمكو ايفول انتن النبي هيتني افشي انت بسعار موسن فانجي لسيس ماركوس بيابوس طولوس ابشوي ساري مطنا نمكو ايفول انتن النبي هيتني شي انتني اسميني رومي انت ليوت يوسف نمني قديموس نمتي اجي ماريا في مجدليني امشوي اري مطنا نمكو ايفول انتني النبي هيتني امشي انت بعصلو فروس مارتي روز باشو سبورو جوار جيوس افشوي ساري مطنا نمكو ايفول انتني النبي تني افشي انت بنيو تصواب انزي كاوس ابا ميصايل بيانا خوريتي سبشوي اري مطنا نمكو ايفول انتني النبي هيتني افشي انتني صواب انت بايو بأواي بأواي كتاب براني
ابشاي سريمتنا نمكو يبول انت للنبي تنو ابشيار ابوان خم بنيوته قايوتنا رشيار بابا are motna nime ko e bolin tenin no hiten no e ki are e bon ken ben yote ta yoten zike os ava bi tar bi ebe skobose epsho ai are modan mi ko e vole tenen no vi teno te mo ko bi ehre kos nem be yo tena ga kos nem bi ben ab ma Oweb, je akton ka soti emon naina. البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل غلاطية بركته علينا أمين. بولس رسولا من الناس ولا بإنسان بل بيسوع المسيح والله الآب الذي أقامه من الأموات وجميع الإخوة الذين معي إلى كنائس غلاطية النعمة لكم والسلام من الله أبينا وربنا يسوع المسيح هذا الذي بذل نفسه عن خطايانا لينقذنا من هذا العالم الحاضر الشرير حسب إرادة الله والآب الذي له المجد إلى أبد الأبدين آمين إني أتعجب إنكم تنتقلون هكذا سريعا عن الذين دعاكم بنعمة المسيح إلى إنجيل آخر الذي ليس هو آخر غير أنه يوجد قوم يزعجونكم ويريدون أن يحولوا إنجيل المسيح ولكن إن كنا نحن أو ملاك من السماء أو ملاك من السماء يبشركم بغير ما بشرناكم به فليكن محروما كما سبقنا فقلنا أقول الآن أيضا إن كان أحد يبشركم بغير ما قابلتم فليكن محروما أفستعطف الآن الناس أم الله أم أطلب أن أرضى الناس فلو كنت بعد أطلب أن أرضي الناس لم أكن عبداً للمسيح وأعرفكم أيها الإخوة إن الإنجيل الذي بشرتم به ليس بحسب إنسان لأني لم أقبله من عند إنسان ولا علمته بل بإعلان يسوع المسيح فإنكم سمعتم بسيرتي قبلاً في الديانة اليهودية إني كنت أضطهد كنيسة الله بإفراط وأخربها وكانت تتزايد في الديانة اليهودية على كثيرين من أترابي بجنسي إذ كنت أوفر غيرة على ما سلموه إلى أبائي ولكن لما سر الله الذي أفرزني من بطن أمي ودعاني بنعمته ليعلن ابنه فيه لأبشر به بين الأمم للوقت لم أتبع لحما ولا دما ولا صعدت إلى أورشليم إلى الرسل الذين قبلي بل انطلقت إلى أرابيا ثم رجعت أيضا إلى دمشق ثم بعد 3 سنين صعدت إلى أورشليم لأنظر قيافة أي الصفا ومكست عنده 15 يوما ولكني لم أرى غيره من الرسل إلا يعقوب أخاه الرب نعمة الله الآب تحل عليكم يا أبائي وأخوتي أمين The Catholic Epistle from the Epistle of our teacher Saint James may his blessings be with us all amen. James, a bondservant of God, of our Lord Jesus Christ, to the 12 tribes which were scattered abroad, greetings. My brethren, count it all joy when you fall into various trials, knowing that the testing of your faith precedes patience. But let patience have its perfect work, that you may be perfect and complete, lacking nothing. If any of you lack wisdom, let him ask of God, who gives to all liberty and without reproach, and it will be given to him. But let him also ask in faith, but no doubting, for he who doubts is like a wave of the sea, driven and tossed by the wind.
For let not that man suppose that he will receive anything from the Lord. He is a double-minded man, unstable and in all his ways. Let the lowly brother glory in his exaltation, but the rich in his humiliation, because a flower of the field he will pass away. For no sooner has the sun risen with a burnt heat than it withers the grass. Its flowers fall and its beautiful appearance perishes. So the rich man also will fade away in his pursuits. Blessed is the man who endures temptation, for when he has been approved, he will receive the crown of life which the Lord has promised to those who love him. Do not love the world nor the things in the world. The world is passing away and it's all its lust, but the will of God abides forever. Amen. لبركسيس فصل من أعمال أبانا الرسل الأطهار بركة على جميعنا أمين. وبعدما سكت أجاب يعقوب قائلا أيها الرجال إخواتنا اسمعوني سمعان قد أخبر كيف افتقد الله أولا الأمم ليأخذ منهم شعبا على اسمه وهذا توافقه أقوال الأنبياء كما هو مكتوب سأرجع بعد هذا وأبني خيمة داود الساقطة
وأبني أيضا ردمها وأقيمها ثانية لكي يطلب الباقون من الناس الرب وجميع الأمم الذين دعي اسمي عليهم. يقول الرب الصانع هذا الأمر المعروف عند الرب منذ الأزل، لذلك أنا أقضي أن لا يشكل على الراجعين إلى الله من الأمم، بل يرسل إليهم أن يمتنعوا عن ذبائح الأصنام والزنا والمخنوق والدم والمائد، لأن موسى منذ الأجيال القديمة له في كل مدينة من يكرز به إذ يقرأ في المجامع كل سبت. لم تزل كلمة الرب تنمو وتزداد في هذه الكنيسة. أبد أمين. اليوم التاسع عشر من شهر بعض أصاب انقضاءه مغفورة زمزلات قمة حب يا أخواتي أمين. تذكر عادة الثلاثة السيدية البشارة والمعد والقيامة. ارتبت الكنيسة أن تحتفل اليوم بتذكار ثلاثة الأعياد السيدية الكبرى البشارة والميلاد والقيامة وسلب طقس الفرايح. بركة هذه الأعياد السيدية لتكون مخلصنا الصالح تكون معنا أمين. ومثل أيضا شطر القديس ديمتريوس التسالونيكي في زمن الملك ماكسيميانوس سنة 284-312 ميلادية. كان هذا القديس شابا نقيا حصل على علوم كثيرة وبالأكثر علوم الكنيسة، وكان يعلم ويعظ ويرد كثيرين من الإمام سيد المسيح. وحدث أن وشى به بعض الأشرار لدى الملك فاستحضره ومراه أن يبخل آلهته ويسجد لها، فلم يوافق فأمر بطعنه بالحراب إلى أن تراءى جسده وأسلم روحه الطاهرة بيد الرب الذي أحبه ونال الأكيد الشهادة. فأخذ المؤمنون جسده الطاهر ووضعوه في تابوت من رخام حتى انقضى زمن الاضطهاد، فبنيت له كنيسة عظيمة في تسالونيكي وضع جسده فيها، وكانت تحدث منه آيات وأعجاب كثيرة. بصدكم معا أمين. وفي أيضا من سنة 1225 للشهداء 1568 ميلادية تناحى بابا القديس غابريال السابع البطريرك الخامس والتسعون بطريرك الأرض المرقسية. ولد هذا القديس بمنشية الدير المحرق باسم رفائيل، ورباه أبواه تربية مسيحية حقيقية. لما كبر مضى وترهب بدير القديس العضاء المعروف بالسريان في بيت شهيد، وصار سيرة رهبانية فاضلة. لما تنياح البابا يؤنس الثالث عشر اجتمع رأي الأساقفة والأراخنة على اختياره بطياركا، فرسموه يوم الأحد 4 بابا سنة 1242 للشهداء 1525 ميلادية. وبذل هذا البابا مجهودا كبيرا في تعمير دياري الأنبنطونس والأنبابولا بالصحراء الشرقية بعد خرابهما مدة طويلة. وقد رسم الأنبا يوساب الثالث مطرانا على الحبشة سنة 1547 ميلادية، فعادت العلاقة بين الكنيستين بعد مدة من القطيعة. وحدث ذات مرة أنه كان في طريقه إلى دير الأنبنطونيوس ونزل في المركب عند الميمون متوجها إلى الناحية الشرقية للنيل، لكنه تنيح في المركب فنقلوه ودفنوه في كنيسة القديس مرقوريوس أبي سفيمس القديمة بعد أن قضى على الكرسي المرقسي 43 سنة 25 يوما. بارسة تكون معنا ربي الماجد من أبديا أمين. Agios aseos agios yesheros agios asanatos o ekaparteno genetis eleisonimes agios aseos agios yesheros agios asanatos o eskaverotis dimes eleisonimes Agios aseos, agios yesheros, agios asanatos, anastas ekton nekeron, ke anelson yestos oranos, eleison imes oxebetri, ke yo, ke ageiom neamati, ke nin ke ai, ke yes aseon astos,
آمين جفريات إلي سوني ما Flogison. Epi prosavki stasi ter ne pasi. Etom ne mati. Lord Jesus Christ, our God, who said to saintly honored disciples, holy apostles, many prophets and righteous men have desired to see the things which you see and have not seen them, and to hear the things which you hear and have not heard them. But please write for the seeing your ears for the hear, the worthy to hear and to act according to holy gospels, through the prayers your sins. Pray for holy gospel. Lord have mercy. Lord, cried on your Sayyidina, كل الذين عصونا مرونا أن نذكرهم في سؤالاتنا وطلباتنا فحلك أيها الرب إلهنا الذين سبقوا فراخضوا يا رب نحن مرضى اشفيهم لأنك أنت وحياتنا كلنا خلاصنا كلنا رجاؤنا كلنا شفانا كلنا وخيامتنا كلنا هللويا هللويا إيسوس بخريستوس بشيري أمام نوتي أبين شي صارك انتي بار سينوس أسماس فين جيتي بار سينوس فين بيت لي امن تيتيوس افتون فيبون خني ازمون خن بي Coso me tu agio e fange elio. Vesmero tenji vithin khuna fran mshu sentenegum. Kere flogu so nuk tukata marku nagi evangeliu tona gonsma. Sansi kereya. قفوا بمخافة أمام الله لسماع الإنجيل المقدس فصل من بشارة الإنجيل معلمنا ماري مرقس البشير بركات على جميعنا آمين بن شويسو بنطو بن سيرو بن أورو تريني سوس بخريسو بشيري مفنوتي تونخ بيو نفشاني بيفا بنوتي بشنان تنيني ترامي صانسي كيريا إذا قام الشهداء في يعقوب من مزامير معلمنا داود النبي بركاته مقدسة تكون معنا أمين إذا قام الشهادة في يعقوب ووضع الناموس في إسرائيل أني أنا قد علمت أن الرب عظيم هو وربنا أفضل من جميع الألهة هللويا مبارك الآتي باسم الرب إله قوات ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين وتقدم إليه يعقوب ويوحنا ابن زبدي قائلين يا معلم نريد أن نفعل لنا كل ما طلبنا فسألهما ماذا تريدان أن أفعل لكما فقال له أعطنا أن نجلس واحد عن يمينك والآخر عن يسارك في مجدك فقال لهما يسوع لستما تعلمان ما تطلبان أتستطيعان أن تشرب الكاس الذي أشربها أنا وأن تصعبها بالصبغة التي أصبغ بها أنا فقال له نستطيع فقال لهما يسوع أما الكاس التي أشربها أنا فتشربانها بالصبغة التي أصبغ بها أنا تصبغان وأما الجلوس عن يميني وعن يساري فليس لي أن أعطيه إلا الذين أعد لهم
ولما سمع العشرة ابتدوا يغتاظون من أجل يعقوب ويوحنا، فدعاهما يسوع وقال لهم: أنتم تعلمون أن الذين يحسبون رؤساء الأمم يسودونهم وأن عظماءهم يتسلطون عليهم، فلا يكون هكذا فيكم، بل من أراد أن يصير فيكم عظيما يكون لكم خادما، ومن أراد أن يصير فيكم أولا يكون للجميع عبدا، لأن ابن الإنسان أيضا لم يأتي ليخدم بل يخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين. والمجد لله دائماً. بسم الله والابن الروح القدس الإله الواحد أمين. زي ما حضراتكم عارفين أن كل كنيسة حددت 14 عيد للسيد المسيح وقسمتهم إلى أعياد سيدية كبرى وأعياد سيدية صغرى 7 و7، وأعياد سيدية كبرى تختص بخلاصنا، وأما الأعياد السيدية الصغرى فمش بتمت إلى خلاصنا بصورة قريبة يعني زي الأعياد السيدية الكبرى. وعشان كده الكنيسة أيضا وضعت 3 أعياد ثابتة في كل شهر زي ما حضراتكم عارفين. أول عيد اللي هو عيد يوم 12 من كل شهر قبطي اللي هو عيد الملاك، وكل 21 من كل شهر قبطي عيد العذراء أم النور، وكل 29 من كل شهر قبطي حددت البشارة والميلاد والقيامة. 3 أعياد. لما بتيجي الأعياد السيدية الكبرى اللي هي فيها عيد الميلاد، فيها عيد القيامة وهكذا، والبشارة والميلاد والقيامة والصعود، والأعياد السيدية الكبرى دي لما بتيجي يوم 4 أو جمعة ما بنصومش، بنكسر الصيام يبقى افطار. أما لو جه أي عيد من الأعياد السيدية الصغرى اللي هي زي الختان مثلا أو عيد دخول المسيح أرض مصر، لو جه 4 أو جمعة ما بنكسرش الصيام، بنكمل صيامنا، بس ما بيصوموش صوم انقطاعي زي الحد السبت والحد يوق في الصوم الكبير، ما بيصوموش صوم انقطاعي إلا لو جايين نتناول يعني. وأما بالنسبة للأعياد الثلاثة دول البشارة الميلاد والقيامة، طب لو جم 4 وجمعة نعمل إيه فيهم؟ هل نكسر الصيام؟ هم من أعياد 3 البشارة والميلاد والقيامة دول الأصول أعياد سيدية كبرى، هما بيجوش في الغالب يعني 4 أو جمعة، بس لو جم 4 أو جمعة بنكسرش الصيام. المهم النهاردة القراءات كلها بتدور حوالين نمرة 1 الإنجيل العشية أو المزمور بتاع إنجيل العشية. أنا بحب أقول عشان اللي فاتوا الكلام ده: إلهنا هو ملجأنا وقوتنا معيننا في شدائدنا التي أصابتنا جدا، إله رب إله القوات معنا، نصرنا هو إله يعقوب، الليلويا. والإنجيل بتاع العشية لما كانوا على شاطئ بحر الجليل وكانوا صيادين وربنا علمهم من المكان ده وتعجبوا من تعليمه لأنه تعليمه مختلف عن أي تعليم. وباكر من مزمور سبيحي يا نفس الرب، وإنجيل برضو نفس الكلام على شاطئ بحر الجليل ويعلم الناس، ولما قال لهم يعني اتركوا الوقت ترك السفينة وباهما زبدي وتبعاه تبع السيد المسيح. أما البولس فهم رسالة غلاطية بيكلم إن هو يعني عن فداء لتمام المسيح، بذل نفسه من عن خطايانا نقذنا من هذا العالم الحاضر الشرير حسب إرادة الله والآب. وبعدين بيتعجب عن الناس اللي بسرعة يغيروا تصرفاتهم وأعمالهم، ينتقلوا هكذا سريعا عن الذي دعاكم بنعمة المسيح إلى إنجيل آخر. دايما الناس بكل تعليم يجي تعليم جديد تمشي وراه وهكذا تهتز الناس. وبعدين بيقول لنا إن إحنا ما نرضيش الناس، نرضي ربنا، ولو كنا بنرضي الناس مش عبيد للمسيح. يقول كده: أستعطف الناس الآن الناس أم الله؟ أم أطلب أن أرضي الناس؟ فلو كنت بعد أن أرضي الناس لم أكن عبدا للمسيح. أما الكاثوليكون بيكلمنا عن نمرة 1 إن الفرح في التجارب
ونمرة اتنين التجارب اللي بتيجي بتنشئ صبر، وخلي بالنا من لساننا، وخلينا يعني ما نبقاش ذو رأيين متقلبين في آرائنا، ونطلب بإيمان. والإبراكسيس اللي هو من سفر أعمال الرسل حطلنا المبدأ اللي ماشيين به في حياتنا الروحية. زمان كان في حرام وحلال، وربنا كان أعطى الأكل تاكله من الحيوانات ديت والطيور ديت وهكذا، وما تاكلوش من الحاجات ديت، وحط شرطين للحيوان الطاهر أنه يقطر وله ظلف مشقوق. ده بيدرب الناس، زي ما واحد طفل صغير بيعلمه يأكل إيه الأول، وبعد ما كبر كل اللي أنت عايزه عشان عندك استعداد معدتك هتهضم كل ده. فالمهم فهل يمتنعوا عن ذبائح الأصنام نمرة واحد، والزنا والمخنوق والدم المائت. أربع حاجات منحهم، أن الذبائح الأصنام تتقدم للأصنام العبادة الوثنية، والزنا طبعا دي معروف، والمخنوق الحاجة المخنوقة ما ناكلهاش، والدم المائت اللي هو الحيوانات اللي بيذبحوها ويأكلوا اللحمة بدمها. طبعا ربنا مش عايزنا نعمل كده. ليه؟ لأن نفس الحيوان في الدم. أما الإنجيل النهاردة من إنجيل مرقس إصحاح 10 الأعداد من 35 لخمسة وأربعين، أم يوحنا يعقوب ويوحنا ابن زبدي قالوا له: يا معلم نريد أن نفعل تفعل لنا كل ما طلبناه. عايزين إيه؟ قال لهم إن واحد يكون على يمينه واحد عن يساره. قال لهم ده للذين أعد لهم. فبعد ما الإنسان أعماله تكون صالحة، ده تقريبا ملخص للقرايات اللي اتقرت علينا النهاردة. أحب أن أنا أتأمل في الآيتين اللي اتقالوا في رسالة غلاطية الآية 3 و4: نعمة لكم وسلام من الله الآب ومن ربنا يسوع المسيح الذي بذل نفسه لأجل خطايانا وخذنا من العالم الحاضر الشرير حسب إرادة الله وأبينا. طبعا النعمة والسلام دول مهمين جدا في حياتنا، وحتى الآباء لما بنصرف أي حد موجود في الكنيسة البركة، بندي البركة الرسولية، بنقول محبة الله الآب نعمة الابن الوحيد شركة موهبة الروح القدس تكون مع جميعكم. فالنعمة هي عطية مجانية ربنا بيديها للإنسان عشان تقويه وتعينه. وهذا السلام يحفظنا، سلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظنا الانزعاج والتشويش اللي بيثيروا الناس. وسلام الإنسان مع الله علامة على إيه؟ على أن مفيش غضب، الغضب الإلهي اتشال من الإنسان بالفداء اللي تممه. والنعمة والسلام جايين من الآب الله الآب ومن ربنا يسوع المسيح. فالله الآب أكمل لنا نعمة الخلاص بالمسيح الإبن، والآب يريد لنا الخلاص، والإبن يحول هذه الإرادة إلى عمل، مات على عود الصليب وفدانا. فمهم جدا الإنسان تكون نعمة ربنا بتسنده، والنعمة ديت زي ما قلت لكم عطية مجانية من ربنا، والنعمة ديت بينالها الإنسان من كذا مصدر. نمرة واحد من أسرار الكنيسة، لما الإنسان حتى في الإنسان لما بيتناول يقول له بركتك النعمة، مبروك النعمة، نعمة ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح. وحتى الإنسان الفاضل الإنسان الكويس يقولوا عليه النعمة. فنعمة ربنا بتساند الإنسان من خلال أسرار الكنيسة، وأيضا من خلال الاتضاع. يقول الله يقاوم المستكبرين أما المتواضعون فيعطيهم نعمة. الإنسان المتواضع ربنا بيديه النعمة، زي ما قال كده: من أراد أن يصير فيكم أولا يكون الجميع عبدا، لأن ابن الإنسان أيضا لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين. عشان كده مهم جدا الاتضاع في حياتنا الروحية. والنعمة تيجي أيضا من الأباء الكنيسة اللي بيدونا البركة، والنعمة تيجي أيضا من إرضاء الوالدين. حتى اللي بيرضي والديه نعمة ربنا تجيبه تكون معاه. وعشان كده الإنسان المطيع يقول على الإنسان المطيع عليه النعمة، عليه البركة والنعمة. فالإنسان المطيع ربنا بيباركه وهكذا. والسلام عطية من ربنا بيديها للإنسان، يكون عنده سلام داخلي.
بس لما يرضي ربنا، لما يمشي مع طريق ربنا مظبوط، لما يكون في حالة توبة مستمرة مظبوط، الذي بذل نفسه لأجل خطايانا لينقذنا من العالم الحاضر الشرير حسب إرادة الله وأبينا. طبعا بيفكرنا بقى أن الفداء اللي تمامه السيد المسيح للإنقاذ ينقذنا من العالم الحاضر الشرير حسب إرادة الله. فربنا لما صلى في صلاته الأخيرة قال: لست أسأل أن تأخذهم من العالم بل أن تحفظهم من الشرير، أيها الآب احفظهم في اسمك. فربنا مش عايز ياخدنا من العالم، ولكن يحفظنا من العدو الشرير اللي بيجيب تجارب وضيقات كتيرة جدا جدا. والعالم الحاضر مقصود به الأشياء اللي في الدنيا، يعني الإنسان اللي بيرتبط بالعالم، العالم نفسه مش شر، ولكن الخطايا اللي موجودة فيه هي الشر. عشان كده كلمة العالم جات بمعنى الناس، وجات بمعنى الأشياء، وجات بمعنى الشهوات. فالناس يقول هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد، ولا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، مقصود بها إيه؟ الأشياء العالمية. وبعدين يقول لنا محبة العالم عداوة لله، لأن في العالم شهوة الجسد، شهوة العيون، تعظم المعيشة، الشهوات اللي في العالم. فعشان كده ربنا بيحفظنا من الشر. لكن مثلا بمثل يتقال الشجرة دي فيها شر، لا، لكن الإنسان ممكن ياخدها ويقطعها ويعمل منها تمثال يعبده، يبقى تحولت من حاجة كويسة إلى شر، صنم بيعبده الإنسان. فهكذا مهم جدا أن الإنسان يفهم أن مش العالم ده الناس، ولا لكن شهوات العالم والأشياء التي في العالم. عشان كده الكنيسة بتحذرنا كل قداس بنحضره، بتقول لنا في نهاية الكاثوليكون: لا تحبوا العالم ولا أشياء في العالم، لأن العالم يذول شهوته، أما الذي يصنع إرادة الله فهذا يثبت إلى الأبد، أمين. وحسب إرادة لينقذنا من العالم الشرير الحاضر الشرير حسب إرادة الله وأبينا. يبقى إرادة ربنا هي الإنقاذ، ينقذ الإنسان، يحفظه من كل الحاجات دي، وهو يريد خلاص الإنسان. الله يريد أن الجميع يخلصون ولما عرفت الحق يقبلون. يبقى ربنا عايزنا كلنا نخلص، بس الإرادة في إيدينا إحنا، العمل في إيدينا إحنا. هو ربنا عايز، بس إحنا هل عايزين ولا لأ؟ فعايزين بقى نعمل إيه؟ يبدأ أول حاجة بنعملها هي الإيمان. الإنسان يؤمن بكل ما صنعه ربنا لينا من أجل خلاصنا من الفداء اللي تمامه السيد المسيح، بأن الله الظاهر في الجسد وهكذا. وبس يؤمن كده وخلاص. ده لو كان إنسان غير مسيحي يبقى مش بس الإيمان، نمرة اثنين لازم ياخد خطوة. إيه هي الخطوة؟ يتوب، في حالة توبة مستمرة. يبقى الإنسان في حالة توبة مستمرة، بيقول إن لم تتوبوا فجميعكم تهلكون. وبس على كده آمن وتاب؟ لا طبعا، لازم ياخد أكشن بقى. إيه اللي ياخده؟ يتعمد ويدهم بالميرون عشان يثبت في ربنا، والله يثبت فيه، يبقى خليقة جديدة، يخلع الإنسان العتيق ويلبس الجديد. لغاية كده كله ماشي طيب، وبس احنا تناول، وبعدين يتناول عشان يثبت في الله والله يثبت فيه. وبس على كده؟ لا طبعا، لازم يبقى فيه عمل صالح. ايه فايدة ان انا بقيت مسيحي وبتناول ومبعملش اي عمل كويس؟ عشان كده بيقول لك: يروا أعمالكم الصالحة فمجدوا أباكم الذي في السماوات. ولنا كما سلك ذاك نسلك نحن أيضا. سلوك الروحي مهم جدا في حياتنا، يكون سلوكياتنا تمجد ربنا بالقول وبالفعل. بالقول بكلامنا، الكلام اللي بنقوله هل هو بمجد ربنا ولا لا؟ وبالفعل السلوكيات بتاعتنا وأعمالنا اللي بنعملها، هل هي مسيحية ولا مش مسيحية؟ طلعت زمان واحد اسمه ماكيافيلي قال: الغاية تبرر الوسيلة. يعني لو واحد غايته كويسة ممكن يعمل وسيلة مش كويسة عشان يبقى ياخد بيها اللي هو عايزه. فده مبدأ خاطئ مسيحيا 100%. الغاية لا تبرر الوسيلة. إذا كانت الوسيلة الغاية صالحة
تبقى الوسيلة صالحة، زي ما واحد اسمه روبن هود زمان كان يسرق من الناس الأغنياء عشان يدي الفقراء. ده عمل كويس انه بيسرق من الأغنياء عشان يدي فقراء، بس ده سرقة، واخدين بالنا؟ فالغاية لا تبرر الوسيلة، لكن الغاية صالحة تبقى الوسيلة صالحة. عشان كده حياتنا ينبغي أن تكون صالحة، عشان كده ربنا قال لنا كن أمينا إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة. الإنسان الأمين في حياته يبقى نعمة ربنا وسلامه تيجي للإنسان اللي ماشي بأمانة مع ربنا. والرجل الأمين كثير البركات، ربنا يعطينا أن نعيش بركة الأعياد في حياتنا، وبركة البشارة والميلاد والقيامة تكون معانا. لإلهنا كل مجد وكرام الآن والأبد، أمين. هللويا Shiri em evnoti aven shisare kenti par seno. Shiri em noti av mas fenje ti par seno. صوفيا سوبروس خمين كيريا ليسون كيريا ليسون خين أم اسمي. بالحقيقة نؤمن بإلهين واحد الله الأب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الأب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، ساوي الأب في الجوهر الذي به كان كل شيء. هذا الذي من أجله نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا العهد بيلاطس بونتي تألم وكبر وقام بين المواف اليوم السادس كان في كتب صعد إلى السموات وجلس عن يمين أبي وأيضا يأتي في مجده الذين الأحياء والأموات الذي ليس للملكين قضاء. نعم نوم بالروح القدس الرب المحب باسم الاب نسجد له ونمجده مع الاب والابن ناطق في الانبياء وبكنيسه واحده مقدسه جماعه رسوليه ونعترف معموديه واحده لمغفره الخطايا وننتظر قيامه الاموات وحياه الدار الاتي امين. تنجوشتيفون خاي سنتي اناستاسي سنتيني رب مول نمبيون خنتي بيون اسنيو حللني أخطيت سامحوني جميعا صلوا عني هم طالب. جيلف لو جيسون إيباس بيسا سيدي إيرنا باسي كتم نماتي يا الله
العظيم الأبدي الذي قبل الإنسان على غير فساد، والموت الذي دخل العالم بحسد إبليس هدمته بظهور المحيي الذي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، وملأت الأرض من السلام الذي من السماوات، هذا الذي يجناد الملائكة يمجدونك به قائلين المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وفي الناس المسار. Pray for perfect peace, love in the holy apostolic greeting. Ya Rabba. يا الله املأ قلوبنا من سلامك وطهرنا من كل دنس ومن كل غش ومن كل رياء ومن كل فعل خبيث ومن تذكار الشر اللابس الموت، واجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا أن نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة لكي ننال بغير طرحنا في دنونة من موابت غير الميتة السمائية بالمسيح يسوع ربنا. قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله اسمعنا وارحمنا. تقدموا، تقدموا على الرسم، قفوا برعدة وإلى الشرق انظروا ننصت بشفاعة والدة الإله القديسة مريم. يا ربنا املأنا بمغفرة خطايانا، نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس، لأنك قمت وخلصتنا رحمة السلام ذبيحة تسبيح. الرب مع جميعكم ومع روحك أيضا. ارفعوا قلوبكم هي عند الرب. نشكر الرب مستحق وعادل، عادل مستحق وعادل، لأنه حقا بالحقيقة مستحق وعادل. أيها الكائن السيد الرب لله الحق كان قبل الدهور والمالك إلى الأبد الساكن في الأعالي والناظر المتواضعات الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها، أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي خلقت الكل به ما يرى ما لا يرى، who is seated upon the throne of his glory and who is worshipped by all the holy powers. Who are seated, stand. الذي يقف أمامه الملائكة ورؤساء الملائكة الرئاسات والسلطات. The throne, the dominions, and the powers. Look for the east. أنت هو الذي يقف حولك شيربيم الممتلئون عن السيرافيم ذو الستة الأجنحة يسبحون على الدوام بغير سكوت قائلين Let us attend. الشيروبيم يسجدون لك والسرافيم يمجدونك صارخين قائلين قدوس 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 رب الصباوت السماء والأرض مملوءتان من مجدك الأقدس. أجيوس 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 قدوس قدوس
قدوس بالحقيقة أيها رب إلهنا الذي جبلنا وخلقنا ووضعنا في فردوس النعيم، وعندما خلصت غيرت الحياة سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس النعيم، لم تتركنا عنك أيضا إلى الإنقضاء، بل تعهدتنا دائما بأنبيائك القديسين، وفي آخر الأيام ظهرت لنا نحن جلوس في الظلمة وظلال الموت بابنك الوحيد ربنا وألهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من روح القدس من العذراء القديسة مريم. آمين. تجسد وتأنس وعلمنا طرق الخلاص، أنعم لنا بالميلاد الذي من فوق وسطة الماء والروح، وجشبت معا وصيرنا أطهارا بروحك القدوس، هذا الذي أحب خاصته الذين في العالم وأسلم ذاته فداء عنا إلى الموت الذي تملك علينا، هذا الذي كنا ممسكين به مبعين من قبل خطايانا نزل إلى الجحيم من قبل الصليب. حقاً آمين. وقام من بين الأموات في اليوم الثالث، وصعد إلى السماء جلس عن يمينك أيها الآب، وحدد يوماً للمجازاة متى بالعدل، ويعطي كل واحد فواحد كنحو أعماله. كرحمتك يا رب وليس كخطايا. ووضع لنا هذا السر العظيم الذي للتقوى نفس سر الموت عن حياة العالم. آمين. أخذ عدين طرطانس الطوباويتين والمحييتين، نؤمن أن هذا هو بالحقيقة. آمين. ونظر إلى فوق نحو السماء إليك يا الله أباه وسكل أحد وشكر. آمين. وباركه. آمين. وقدسه. قسمه وأعطاه تلاميذه القديسين متراكمين قائلا خذوا كل منكم الجسد يقسم عنكم وعن كثيرين يعطى فرط الخطايا، هذا اصنعوه لذكري. هذا هو بالحقيقة. آمين. وهكذا الكأس من بعد العشاء مزجها من خمر وماء وشكر. آمين. وباركها. آمين. وقدسها. آمين. وأيضا نؤمن ونعترف ونمان وأعطاه أي تلاميذه القدس مقامين قائلا خذوا أشمكم جميعا جديد يسفك عنكم وعن كثيرين يعطى فرط الخطايا، هذا
اصنعوه لذكري. وهذا هو ايضا بالحقيقه آمين. لأن كل مرة تأكلون من هذا الخبز وتشربون من هذه الكأس تبشرون بموته وتعترفون بقيامته وتذكرونني لأن أجيء. آمين آمين آمين. بموتك رب نبشر وبقيامتك المقدسة وصعودك إلى السماوات نعترف نسبح نباركك نشكرك يا رب ونتضرع إليك يا إله. Commemorate his holy passion, resurrection from death, ascension from the heaven. Send at your hand, O Father, thank from the coming from the heavens, awesome and full of glory for you. You give from earth with use for everything, with everything and everything. Worship God in fear and trembling. Shemshi emok ten osh temok. Amin. وهذا الخبز يجعله جسدا مقدسا له. أؤمن آمين. وهذه الكأس أيضا دما كريما للعهد الجديد الذي له. وأيضا أؤمن آمين. يعطف الخطايا وحياة أبدية لمن يتناول منه. أمين يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. مستحقين كلنا يا سيدنا نتناول قدساتك طهر لأنفسنا أجسادا وأرواحنا لكي نكون جسدا واحدا روحا واحدا نجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء. اذكر يا رب السلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية. صلوا من أجل السلام الواحدة المقدسة الجامعة الرسولية كنيسة الله الأرثوذكسية. يا رب لك بالدم الكريم الذي مسيح فضه بالسلام من كل أسقف الأرثوذكسيين الذين فيها. ونذكر يا رب أبانا الطبال المكرم رئيس الأسقف بطريقنا الباب المعظم الأنباء تودور الثاني وشريف الخدمة الرسولية أبانا سقوب المكرم الأنباء بيتر. صلوا من أجل رئيس كانتنا البابا أنباء تودروس الثاني بابا بطرك ورئيس أساقفة المدينة العظمى الأسكندرية وشريكه في الخدمة الرسولية أبينا المكرم الأنباء بيتر وسائر ساقفاتنا الأرثوذكسية. يا رب ارحم الذين يفسرون معه كلمة الحق معهما كلمة الحق باستقامة أنعم بهم على كنيستك المقدسة رونا أختيك بسلام. Remember, O Lord, the Orthodox Higgins priests and deacons. Pray for the Higgins priests, deacons, subdeacons, and seven orders of the Church of God. Ya Rab, Erahem.
كل الذين في البتولية وطهارة كل شعبك المذكور يا رب أن ترحمنا كلنا معا. ارحمنا يا الله الآب يا ضابط الكل. Lord, the salvation of this place and every place and every monastery of our Orthodox fathers. Pray for the salvation of the world and of the city of ours and of all cities, countries, islands, and monasteries. Ya Rabbi. Faith graciously accord, O Lord, the air of heaven, the fruits of the earth, the water of the river, the sea, the herbs, and the plants of the field this year, bless them. Pray for the air of the heaven, the fruits of the earth, the rising of the waters of the rivers, the seas, the herbs, and the plants of the field, that Christ our God may bless them and have compassion on his creation, which his hands have made, and forgive us our sins. Ya Rabbi Raham, Ya Rabbi Raham, Ya Rabbi. كرامتك في روح الأرض وروح أثواتك في رأس مهر وعذر زر الحصاد دبر حياتنا كمالي بارك لي للسنة بصلاحك من أجل الفقراء شعبك من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف من أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسم القدوس لأنك ترجاك تلتعطيهم طعاما في حين حسن نسمع نحسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل جاس املأ قلوبنا فرحا ونعيما كان نحن أظن كفاية في كل شيء كل حين نزداد كل عمل صالح يا رب ارحم يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطيهم كلهم الأجر السماوي صلوا من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة وضحينا الذين قدموا يا رب لأن هذا يا رب هو أمر ابنك الواحد أن نشترك في تذكار قديسك تفضل يا رب تذكر جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء أبانا الأطهار الرؤساء الأباء والأنبياء والرسل المبشرين والأنجيلين والشهداء المعترفين كل أرواح صديقين كملوا في الإيمان وبلا أكثر القديس المملوء مجدا عذراء كل حين وهلد إلى القديسة الطاهرة مريم التي ولدت الله الكلمة بالحقيقة والقديس يوحنا الصاب الصاب والشهيد والقديس فانوس رأي الشمامس والشهداء ناظر الأنجيلي مرقس الرسول الطاهر والشهيد البطر قديس سويروس معلمنا ديوسقوس قديس أثناس رسولي والقديس رئيس كهنة وخاتم الشهداء القديس يوحنا ذهب الفهم والقديس ثودس القديس ثوفيلوس والقديس ديميتريوس قديس كيريلوس والقديس باسل والقديس غروريس ناطق اللهيات والقديس غروريس صانع العجائب والقديس غروريوس الأرماني والثلاثمائة والثمانة عشر مكتمل بن خيون 150 قسطنطينية والمئتين بافسوس أبانا الصديق العظيم الأمطونيوس والبار الأنبابولا ثلاث مخارات قديسين وجميع أولاد النباس الصليب أبانا بيانس قموس أبانا مشول بار رجل كام حبيب مخلصنا الصالح وأبانا بمسأل الساعة كل مصاف قديسيك الذين بسؤالاتهم وطلباتهم ارحمنا كلنا معا نخدمك لاسم القدوس الذي دعى علينا القارئون فليقولوا أسماء أبائنا البطاركة القديسين الذين رقدوا الرب ينيح نفوسهم أجمعين ويغفر لنا خطايانا باركتهم المقدسة فلتكن معنا آمين المجد لك يا رب يا رب
قد نسمعهم الذين نذكرهم الذي اذكر يا رب اولئك يا رب الذين اخذت نفوسهم نيح فردوس النعيم في كورة الاحياء الى الابد في اورشليم السمائية في ذلك الموضع ونحن ايضا الغرباء في هذا المكان احفظنا في ايمانك وانعم لنا بالسلام الى التمام كما هذا كما أيضا في كل شيء تمجد وتبارك وارتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدوس إريني باسي كتاب نعماتي وأيضا فلنشكر الله ضابط الكل أبا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح لأنه جعلنا أهلا الآن أن نقف في هذا الموضع المقدس ونرفع أيدينا إلى فوق ونخدم اسمه القدوس المستحقين شكل تناول عصاي إلهية غير الميتة جسد المقدس نسجد لجسدك المقدس والدم الكريم ولدمك الكريم الذي لمسيحه الضابط الكل الرب إلهنا آمين آمين Let's pray يا رب ارحم بركة وسلام لجميعكم ولروحك سبح مجد الاله الاله رب الارباب اجتدها من القديسه مريم العذراء ولدت بيت لحم اذا ملاك الرب قد ظهر لرعاه بشر من لديه العجيفات ونظروه الذي راى المجوس نجمه فاتوا وسجدوا له واقدموا له هدايا اعطى الارض مصر ثم عاد سكنها في نصيره الجليل نما قيق بشر بغير خطيه وحده كيريا ليسون كيريا ليسون يا رب رحام لأتي الأرض اعتمد من يوحنا السابق ليصار معنا بأن بعلاية مسير لا ينطق به صار الماء خمرا بقوة له وتيف عوسقان الجليل الذي أعطى نظر للعميان جعل العرج يمشون والشل يصحون بوس يطهرون وصموا يسمعون خذ تكلمون والشاطين يخرجون قام مالا بنعين وابنة يايوس تجلى على جبل الطبوق وانت لميزيه بقديسين وضاء وجهه كالشمس اذا قام العاصم من قبل 4 أيام ودخل اورشليم كما اتان وجحش ابن اتان مثل ملك عاد لميزه القديسين واعطاه جسد مقدس الكريم غفران خطايانا كيريا ليسون كيريا ليسون
سب على الصليب وضع ساق الشيطان وضع في القبر بعد 3 أيام قام من الأموات راتري من زور مقبرة طبيعية بعد قيامة مقدسة بعد يوما صعد إلى السماء عن أبيه الصالح عشان الباقين في مصر 2 أطنار علم قوسه لتلاميذ القديسين قائلا صاتم فقلوا وقلوا هكذا أبانا أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كففنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير المسيح ربنا لأن لك ملك الكرامة خيم بخريستوس إيسوس بن شويس تسكيف على سيمون تكيريو إكلنا اجتماعاتنا باركه Save Domin and with your spirit in the fear of God let us attend امين يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم القدسات للقديسين مقدمه المسيح ابن الله وقدوس روح القدس امين واحد هو الاب القدوس واحد هو الابن القدوس واحد هو الروح القدس امين ايني باسين جيتوب نفماتي ايسو جسد مقدس ومكان حقيقي ليسوع المسيح ابن الهنا امين امين مقدس وكريم جسد حقيقي ليسوع المسيح ابن الهنا امين امين جسد ودم عمانوئيل الهنا هذا هو بالحقيقة آمين آمين تيناتي آمين 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 أؤمن 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 وأعترف نفس الأخير أن هذا جسد المحيي الذي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح أخذ مسد ملكتنا كلنا وثلاه قديسة طاهرة مريم وجعله واحدا مع لاهوته بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير واعترف الاعتراف الحسن أمام بيلاطس البنطي وسمعنا القدسة بإرادة واحدة عنا كلنا بالحقيقة أؤمن أن الاعتراف قداسته لحظة واعترف عين يعطى عنا خلاصا وغفران الخطايا وحياة أبدية لمن يتناول منه
أؤمن 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 أن هذا هو بالحقيقة. آمين 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 آمين. أؤمن 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 أن هذا هو بالحقيقة. آمين. اطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم اذكرونا في بيت الرب. سلام ومحبة يسوع المسيح معكم. رتلوا بنشيد الليلويا. صلوا من أجل التناول باستحقاق من هذه الأسرار المقدسة الطاهرة السمائية. يا رب ارحم. زونك ساسي كيري زونك ساسي يسوع المسيح ملك المجد قام من بين الأموات. سبحوا بمزمار وقيصار. ابن الله تجسد.
Christ, the King of glory, is risen from the dead. Dux abentri keio, 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 emnevmati, alleluia, Yesu al-Masih, ebno, Alleluia, Jesus Christ, Son of God, was born in Bethlehem. بالأبل مكنون الذي عجز عن فهم البشريون ولم ت
تحصر أوصاف المنشئون تجسد من العذراء. The first prophesies early, far and close, about the incarnation of the Logos. We et avencis are genti par senos. Glory to the power of the Lord who appeared to our father Jacob, who said all nations are waiting to see him. Me et avencis are genti par سنون أنا أفتح فمي وأتكلم وأنطق بأسرار عظام. الرب ملك وجلس وحكم، المسيح صلب وقبر ثم قام. بعد أن وضعوا في المقبرة مكس مدفونا ثلاثة أيام، ثم قام وفضى كل الكفرة. المسيح صلب وقبر ثم قام. He suffered and on the cross he died like a sleeping man in the tomb. He lay like a man stay with one who arose. Christ was crucified, buried, then arose. جاءته النسوة ومعه النطيب إلى قبره بكل اهتمام، وازددنا في البكاء ونحيب. المسيح صلب وقبر ثم Jesus that the stone had been moved, the guards had slumbered all through the night. The angel of the Lord to them showed Christ was crucified, buried, then arose. أنا أفتح في بمجد الله وأرتل للمسيح على دوام، لأنه أكمل وعده وأوفى وولد في بيت له. ترى الملك بصوت تهليل وبشر روعات اذهب جنميسي ان اما نويل في اطاب مصر
خن فسلم. All the tongues cry out, saying, Glory to God in the highest, peace on earth and will towards man. شرق بتمام وسجدوا لاسمه القدوس ولد في بيت الله خروا له بعظام إيمان وقدموا قرابين بالتمام مرًا وذهبًا ولبًا في إطف مخن بسلم. Daniel saw vision and understand. He proclaimed to all humans a stone cut out with a human hand. Be it a bit shivering, hand bent, limbed. يا ملاك سعد أصول المسيح لهم سبح مع قائلين مجد الله في العالم الله والسلام وفي ناس المصر آمين الليلو يا زوك سابتري كيوكي أجيو ابن أبماتي كانين كاين كي أستون سيون أستون أونون آمين تنوشي بولنغو مزجي وبنشو سيسوس بي Christos epshirim evnotia vetshisarek chenti par senos avmas fingeti par senos chen vetle ementetio ze a afton fevol cheni ezmo ot chen bi eho o e mashom sotiem mono wonaina kirieleison kirieleison Kyrie flogison amin es moeroi, moeroi estimetania, konie volkom bi esmo. Christos benuti. Amin es eshobi. Ya malak السلام, أعطينا سفرًا أبغتنا كملك والقوم أنت أبين عنا كل شكر يا أبلازي في السماوات. أنا لازم في السماوات. ملاك ملك وتقوم مشيتك في السماوات. جميعكم هاتكم عارفين النهاردة بليل الساعة 7 العشية نعمل درس كتاب سفر أشعية وبكرة القداسين قداس من 8:30 ل 11:30 في كنيسة العذراء بالعربي وهنا من 8 ل 11 بالإنجليش والستور فاتح زي ما حضراتكم عارفين وزي ما سمعتوا النهاردة البشارة والميلاد والقيامة الأعياد فعشان كده ما ذكرناش ترحيم لكن الترحيم بنذكره سرا زي ما حضراتكم عارفين